المسلسل الأشهر على الإطلاق مسلسل شهر، الذي صنع ضجة كبيرة سنة 2006 أثناء عرضه على التلفزة الوطنية، وهو المسلسل الذي ظهر به الممثل الكبير حسين بعوالي بدور فايز في بداياته الفنية. لكن هل فكرت يوم كيف أصبح أبطال هذا المسلسل الجزائري الكبير بعد مرور أكثر من 17 سنة؟ خاصة بعد غياب العديد من الوجوه عن الشاشة الجزائرية. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. عبد القادر تاجر في دور الأب بشير، توفي سنة 2018 في عمر 80 سنة رحمه الله. باهية راشدي في دور الأم الطاوس، عمرها اليوم 74 سنة. حسين بعوالي في دور فايز. بشرى عقبي في دور ياسمين، عمرها اليوم 38 سنة. لمياء زوبير في دور شهرة، فاضل أو عبد السلام في دور يامينه.